حفل بهيج ومناسبة فرائحية، إنه الحفل التكريمي والتوديعي الذي يقام سنوياً لتكريم الطلاب المتفوقين الحاصلين على درجة الامتياز بمركز الارتقاء الجامعي للتنمية. 13 متفوقاً حققوا النسب العالية، فتم الاحتفاء بهم في حفل بهيج تغمره الفرحة والسعادة. وتم في الحفل تكريم الخريجين، وعددهم 11 خريجاً من المركز، ومن ثم تكريم الجهات الداعمة واللجان المتفاعلة مع الأنشطة. نحن سعداء اليوم بحضور اختتام أنشطة وفعاليات مركز الارتقاء الجامعي للتنمية، وكذا بتخريج كوكبة من خريجي مركزهم المبارك، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقهم في مشوارهم العملي الذي سيخوضون فيه بإذنه سبحانه وتعالى. وهؤلاء الكوكبة قد احتضت جمعية رعاية طالب العلم برعايتهم وتأهيلهم وصقلهم العديد من المهارات، ونحن على أكف الأمانة بأن يكون جمعية رعاية طالب العلم على قد المسؤولية وعلى قد الشعار الذي وضعناه على عاتقنا منذ ما يربو على 23 عاما. حقيقة نحن سعيدين في هذه الليلة المباركة التي نتخرج منها من مركز الارتقاء الجامعي للتنمية التابع لجمعية رعاية طالب العلم، التي كان لنا عونا خلال 4 سنوات من السند في هذا السكن الارتقاء، التي كان لنا عونا وخدم الطلاب بشكل عام. مركز الارتقاء الجامعي للتنمية هو مركز يحتضن الطلاب الجامعيين وتابع لجمعية رعاية طالب العلم، يضم الطلاب من جميع محافظات الجمهورية، وأيضا طلاب أجانب من بعض دول شرق آسيا كدولة إندونيسيا. يسكن فيه الطلاب من الجامعات الحضرمية المختلفة كجامعة الأحقاف وحضرموت، وجامعة القرآن والعلوم الإسلامية والريان، وطلاب المعاهد الصحية وغيرها من مختلف الجامعات والمعاهد. وقد تخلل الحفل فقرات متنوعة وقصائد شعرية تثني على المتفوقين، وأناشيد فرائحية وسط أجواء سعيدة، ومن ثم جاءت فقرة التكريم وحسن الختام. عماد العامري لقناة سهيل من مدينة المكلا.